أكد وزير الخارجية سامح شكري مواقف مصر الراسخة تجاه القضية الفلسطينية والتي تتأسس على دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والثابتة وفي مقدمتها حقه في العيش بحرية وكرامة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وخلال لقائه ناصر القدوة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات شدد شكري على استمرار دعم مصر لقيادة الشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة وصولا لتحقيق الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية فضلا عن استمرار المساعي المصرية الرامية لتخفيف معاناة الأشقاء في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.